بصوا من غير ما اتكلم كتير، انا عارف يعني دايما بقول لكم ان انا هكمل في الفيديوهات وهستمر والكلام ده، بس بيحصل اي حاجه بتخليني ما اكملش. وبصراحه اللي بيحصل ان انا بحط الكاميرا وبحط المايك وكل حاجه تمام، بس ما بعرفش اتكلم في ايه بصراحه. بس هل انا هسيبك كده مثلا واقول لك انا ما كنتش عارف اعمل فيديوهات ليه؟ لا يا باشا، عندي يا باشا، عندي يا باشا مبرر يا باشا، عندي حجه. ممكن اقول لك مثلا انا مثلا كنت موف اون مثلا من كل السوشيال ميديا، فاهمني؟ فهلاقي حجه ان نقولها برده يعني. ما علينا، عايز اقول لكم ان انا بعمل فيديو دلوقتي الساعه 4، فانا يعني ده بالسبب كافي خليك تعمل لايك مثلا وسبسكرايب في القناه. لا ما هو اكيد يعني قطري مش هيجي الساعه 4 يا صاحبي. طب اصور لكم امتى تاني؟ طيب ما علينا، احنا ممكن النهارده نتكلم عن لو انت ولد ومرتبط ببنت، او انت بنت مرتبطه بولد، بس يعني ده مش احتمال قوي في اللي احنا نتكلم فيه. احنا نتكلم دلوقتي على الولد لو مرتبط ببنت في الحاله دي فقط. يعني لو انت مرتبط بالبنت اللي هتكلم عليها النهارده دي في الفيديو، فانت لازم بعد ما تخلص الفيديو ده تروح تفركش معاها فورا، اذا كنت مرتبط او خطيبها او داخل في علاقه معاها، فانت لازم تصرف نظر عنها خالص بعد الفيديو ده. فتعالوا نشوف ايه المواصفات بتاعت البنت دي ونتكلم جدا عليها بس بعد الانترو. شباب عاملين ايه؟ يا رب اجرب خير. لو اول مره تشوفني انا كريم عفاف بقدم محتوى لايف ستايل وموتيفيشنال سبيكر، ادخل كده خد لك لفه، ولو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا على طول في موضوع الحلقه. اقسم بالله احسن اختراع البشريه عملته ووجه الانسان عمله في الكون الايس كوفي ده يا جدعان. عايز اعمل فيديو ازاي تعمل ايس كوفي، او ممكن نعمله في ستوري بقى على الانستجرام. فانت لو مش عامل فولو للانستجرام صباح الفل بقى يا باشا، صباح الفل. انا خلاص انا مش هتكلم تاني اصلا خلاص. طيب خلينا متفقين ان انواع البنات اللي احنا ممكن نرتبط بيهم او ندخل في علاقة هي كتيرة جدا جدا، وفي منها الحلو وفي منها الوحش. ولكن احنا النهاردة هنتكلم عن نوع بنت معين جدا. لو اكتشفت العيب ده فيها، او اكتشفت النقطة اللي انا هتكلم ده في البنت اللي تدخل معها علاقة او هترتبط بيها او تخطبها والكلام ده، فانت لازم تصرف نظر عنها اصلا خالص، حتى لو مميزاتها احلى من العيب ده، بس العيب ده هيقرفك جدا جدا في حياتك. وعارف ان النقطة اللي انا هتكلم فيها دي حساسة شوية بصراحة لمعظم الولاد، ولكن احنا لو هنتكلم بيها بالعقل يعني. بص من الاخر كده، عايزك تفكر معايا في الفيديو ده بعقلك وليس برجولتك، عشان انت لو اتمشى بقى قيم ومبادئ ورجوله وكام ده، فانت الفيديو ده مش ليك ده اصلا. ويعني حرفيا انا بشفق عليك اصلا في القرن 21 اللي احنا فيه ده، فحرام جدا جدا تبقى انت بالعقليه دي واحنا داخلين على 2022 يعني. فلو انت بالعقليه اللي انا لسه هتكلم عليها دي بقى ما تكملش الفيديو يا صاحبي، فاهمني؟ فكره انت تخرج معاها او تعمل لها حاجه او تجيب لها هديه او تدفع مثلا المواصلات او تدفع مثلا الخروجه اللي انت هتخرجها والكلام ده، هي اوكي، فكره حلوه جدا جدا، لازم تكون من رغبتك انت، محدش جبرك عليها، انت عامل كده عشان انت عايز تعمل كده. ولكن اول ما تحس ان البنت اللي معاك هي تستغلك، او مش عارف اجيبها ازاي، يعني فكره اللي هي بتفرض عليك ده، فصباح الفل يا معلم، صباح الفل يا معلم، افكس خالص. يعني انت فكره انت هتدفع مثلا يعني انتوا مثلا خرجتوا مثلا سينما، او خرجتوا مثلا في حته معينه، وايش انت اللي هتدفع عشان دي كرجوله والكلام ده يعني. وهسيبكم بقى من فكره انتوا لازم بقى تتشاركوا الحياه بقى، وانك تدفع مره وهي مره وكلام ده، عشان ده ممكن اعمل عليه فيديو لوحده يعني. ولكن انا اتكلم في المواضيع او يعني السيناريو الطبيعي جدا جدا ان انت هتدفع، فاوكي لحد هنا مفيش اي مشكله. طب انا ليه عامل الفيديو؟ انا عامل الفيديو في الحته بقى اللي جايه، لو انت حسيت ان هي عايزاك تدفع، هنا بقى تختلف. ثواني بس، ثواني، في فرق بين انت عايز تدفع وان هي عايزاك تدفع علشان انت لازم تدفع. هو الموضوع ملخبط صح؟ مش عارف اجيبها لك ازاي. واحده 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 واحده، في فرق ان انت تخرج معاها خروجه وانت اللي تدفع علشان انت عايز تدفع، اوكي؟ ده كده اول اوبشن. تاني اوبشن، في فرق ان انت تخرج معاها خروجه وان هي تبقى عايزاك تدفع، مع ان انت في الحالتين انت هتدفع، ولكن هنا بطريقه وهنا بطريقه تانيه خالص. فانا هتكلم عن نقطه ان هي عايزاك تدفع، او هي تستغل فكره ان انت ولد معاها فانت اللي تدفع. وانا هنا بتكلم كفكره ارتباط، او فكره انك مثلا لسه في جامعه، او انت خطيبها او كده يعني، مش فكره ان انت مثلا متجوزه. عشان هلاقي واحد دلوقتي داخل في كومنت يقول لي يا صاحبي ما انا متجوزه فلازم ادفع، فصباح الفل. اصلا انا لقيتك بتقول لي كومنت زي ده اصلا هعمل لك بلوك يا باشا، واقفل اصلا القناه ومش هكمل خالص، فاهمني؟ انا بتكلم في نقطه ان انت يبقى انت مش ملزم انك تدفع، او مفيش حاجه رسميه تخليك انك تدفع. فهي منين جايبه ثقه ان انت لازم تدفع، او بتستغل فكره ان انت لازم تدفع؟ المفروض ما يكونش اصلا في اصلا الثقافه دي ما بينكم، ودي بتبقى ليها علاقه بالماتيريال، او ليها علاقه بالعقليه بتاعتها، ان هي
عايزك انت تدفع بمجرد انك مرتبط بيها او ولد ماشي معاها او خطيبها، ولكن ده مفيش اي مبرر ليه اصلا تخليك انك تدفع او هي تخليها انها تبقى عايزاك انت تدفع. فانا بتكلم في فكره انت عايز تدفع من نفسك، اوكي انا مفروض ادفع عشان اخارج معاكي، وفي فرق لما تكوني انت عايزاني انا اللي ادفع غصب او انت نازله معايا عشان اللي ادفع. طب سي بعد ما اتفرجت على الفيديو ده اكتشفت ان اللي معاك او خطيبتك او البنت اللي انت مرتبط بيها هي حسيت منها فكره ان انت تحس معاها ان هي لا ادفع انت، او اللي هو مثلا انت عملت مثلا اختبار مثلا مره في الثانيه وعرفت ان لا هي مش راضيه تدفع، واللي هو لا انت نازل معايا عشان انت اللي تدفع او انت اللي تقع الليله كلها. ايه الحل بقى؟ او خلينا مثلا نرجع مثلا لورا شويه، انا اصلا اعرف ازاي اصلا اللي معايا دي عايزاني انا اللي ادفع ولا لا؟ طبعا احنا ممكن نعمل مثلا اختبار مثلا بسيط جدا اللي هو مثلا فكره انا معيش فكه، يعني مثلا كمواصلات كمثلا في خروجه في اي حاجه، فلو انا معيش فكه لما نشوف مثلا رد فعلها هيبقى عامل ازاي. ممكن واحد تقول لك لا انا معيش فكه اصلا، من غير اصلا ما تفتح الشنطه او تفتح مثلا اي حاجه تحس من رد فعلها اللي اصلا بايع الدنيا، فاللي هو لا يا باشا اتصرف انت مع نفسك. في ناس ثانيه هتقول لك لا يا باشا انا هدفع انا، طب انا معايا فكه، طب خد طب الجنيه ده، طب مش عارف ايه. بيبين من الشخصيه اللي معاك ان هي متجاوبه في الحوار ده ولا اللي هي اصلا بايعه الدنيا خالص ولا انت اتصرف مع نفسك بقى. طب سي اكتشفنا اللي معانا مثلا هي فعلا من النوعيه اللي انا بتكلم عليها دي، وفعلا هي عايزاني اللي انا ادفع وخلاص. هنا ننتقل بقى للنقطه الثانيه اللي هي اصلا لو انت قررت انك تكمل وتتغاضى عن المشكله دي، فصباح الفل يا باشا بقى عن المشاكل اللي هتلاقيها في حياتك بعد ما تتجوزها او بعد ما يكون في حاجه رسميه ما بينك. حرفيا هتبقى متكله عليك في كل حاجه، حرفيا مفيش فكره المشاركه، مفيش فكره الكلام ده كله يا باشا انت انا عايزه كذا دلوقتي، ما جبتهوليش دلوقتي يبقى انت مقصر في الحاجه دي، حتى لو الحاجه دي مالهاش لازمه مثلا. يعني انت مثلا عودتها مثلا انك تخرجها كل اسبوع او حاجه زي كده، ففكره انت مثلا في اسبوع مثلا قصرت مثلا معاك في الفلوس حاجه زي كده، او تعبت مثلا رحت الشغل فمفيش فلوس تخرج بيها، لا يا باشا انت معودني ومفروض انت اللي تدفع، فصباح الفل بقى المشاكل اللي هتحصل. فانت لو اكتشفت ان البنت اللي معاك مش عارف هو ليه مايك بيعمل كده يعني، صاحبي المفروض تبقى مايك مع انه شكله حلو قوي ما علينا يعني. بس لو انت اكتشفت ان اللي معاك او البنت اللي معاك هي فيها الصفه اللي انا بتكلم فيها دي، فهو انت لازم تخلع على طول. مش لازم تصارحها بالموضوع اللي انت كذا، بس انت ممكن تخلع وخلاص او تقول اي سبب، او لو حابب تقول السبب اللي انا قلت عليه ده اوكي. في مثلا حل تاني مثلا، يعني مثلا حد ممكن يقول لي في حل تاني اعمله غير ان انا مثلا افركش معاها عشان مثلا بحبها جدا بقى مش قادر اعيش من غيرها والكلام ده، هو انت ممكن تصارحها بالحوار ده، وده حل انا شايفه مناسب جدا جدا، لان انتوا اصلا كده كده داخلين اصلا على علاقه، فهتبقى الحياه مبنيه ما بينكم انتوا الاثنين، فلازم يكون في نوع من الصراحه ما بينكم. فانت لازم تصارحها بالحوار ده اللي هو مثلا شايف مثلا فيك عيب كذا والكلام ده. والله مش لقيت بقى برضو عقليه رباعيه كده تخلفيه اللي انا بسميها كده، يعني اللي هو لا يا باشا انت راجل فانت لازم تدفع بقى وكده يا زميلي مش عارف ايه، لك الله يا زميلي لك الله حرفيا بقى فاهمني. بس فدي كانت مشكله لقيت الناس بتتكلم عليها، او حد طلبني ان انا اعمل الفيديو زي ده. فلو عندك برضو حاجه عايزني برضو اتكلم فيها والكلام ده، ممكن تكتب لي تحت في الكومنت او تدخل على انستجرام. ومعرفش انت ليه اصلا لحد دلوقتي اصلا مش عامل يا زميلي فولو على الانستجرام. يعني زميلي بص انا هفهمك دلوقتي، انا عندي لينك انستغرام فاهمني، فانت ازاي اصلا مش عامل اصلا فولو هناك اصلا؟ فصباح الفل يا باشا، وقف يا باشا الفيديو يا باشا، وانزل تحت يا باشا في الكومنت على طول يا باشا، وروح اعمل فولو هناك يا باشا. انا مش هكمل يا صاحبي، مش هكمل خلاص. بس كده يا زميلي، ولو عجبك الفيديو بتاع النهارده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتعمل فولو للحاجات اللي هتظهر هنا دي كده عشان يجيلك اي ابديت في حياتي. وكالعاده دوس يا كوتش، السلام عليكم.